السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ بخير والحمد لله. اليوم سوف نأخذ حرفا جديدا من حروف اللغة العربية وهو حرف القاف. حرف القاف، هل تتذكرون ما صوته حرف القاف؟ ق ق ق ق. أحسنتم. وكيف كنا نكتبه معا؟ دائرة صغيرة فوق السطح، منحنى كبير. أحسنتم. مرة أخرى، دائرة صغيرة فوق السطح، منحنى كبير. مرة أخرى، دائرة صغيرة فوق السطح، منحنى كبير. هذا هو حرف القاف. كان يلعب حرف القاف مع الحركات القصيرة. يا ترى من هم الحركات القصيرة؟ أحسنتم. الفتحة، الكسرة، الضمة. سيلعب أولا مع الفتحة. كيف كان صوته؟ أحسنتم. قا قف فتحة، قا. أحسنتم. قف كسرة، قاف كسرة، قي. قف كسرة، قي. أحسنتم. وقاف ضمة، قو. قف ضمة، قو. ولا ننسى حرف القاف صوته غليظ لأنه من الحروف المفخمة. ق ق ق ق. هكذا كان يلعب مع الحركات القصيرة، ولكن كيف يكون مع الأصوات الطويلة؟ هيا بنا. مع المد بالألف يصبح صوته ق، ولكن لقد نسينا شيئا. من يأتي مع المد بالألف؟ أحسنتم، إنها الفتحة. هيا بنا. قاف مع المد بالياء، وكيف يكون صوتها؟ قي. أحسنتم. والمد بالياء يلعب دائما مع الكسرة. آخر حرف من حروف المد هو المد بالواو، وتصبح حرف القاف قو، ويلعب مع الضمة. المد بالواو دائما يلعب مع الضمة. اليوم سيلعب حرف القاف مع أصحابه الحروف ليكون كلمات ويغير صوته مع الحركات القصيرة. سوف يلعب مع الفتحة ويكون كلمة قلم. ق ق قلم. كيف نكتب كلمة قلم؟ هيا نرى. ق ق ق. إنه حرف القاف. حرف القاف، هكذا هو حرف القاف. كيف نكتب حرف القاف؟ دائرة صغيرة فوق السطح، منحنى كبير. ق ل. إنه حرف اللام. إنه حرف اللام. قلم. أحسنتم. حرف الميم. هذه الحروف تكون كلمة قلم. كلمة قلم. ولكن هل هذه حروف، هل هذه تعد كلمة؟ لا، فإنها حروف منفصلة لا نعتبرها كلمة. هيا نجعل هذه الحروف تشبك ببعضها لتكون كلمة. هيا سوف نقوم أولا بكتابة حرف القاف، ولكن كيف نكتب حرف القاف مشبوكا؟ أحسنتم. سوف نقوم بفرد المنحنى على السطح هكذا. ق ق ق. حسنا، إنها قاف فتحة. سيقوم بفرد يده الاثنين لكي يمسك القاف والحرف الذي يليه هكذا. حرف الميم، كيف سنكتب حرف الميم؟ سنكتبه صحيحا، ولكنه سيمسك حرف اللام هكذا. ق ل ل ل. حسنا، نهى الميم فتحة. قال
لكم.